فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيوفنا اليوم المتألقين في الألعاب البارالمبية محمد فرحات شيدا وكذلك حبيب الحامي المستشار الفني للجامعة التونسية. كذلك باش يكون معنا بتليفون بعد شوية زميلنا الإعلامي شاكر بالحرج باش نحكي شوية على الألعاب البارالمبية هذه. دونك نمشي السؤال اللي كنت يا سي حبيب، في ظل الظروف نتاع الكوفيد اللي أثرت على الناس الكل، شنو عملت الجامعة التونسية باش ما يتأثروش الرياضيين، ولو أنه كان يحكي فرحات صعوبات كانت في التحضيرات؟ كل شيء هو الظروف تعديت على الناس الكل، حاولنا قدر المستطاع نحترمه معناتها وقتها القيود اللي وضعتها البلاد متاعنا، لكن كونتر بارتي حاولنا نفس الشيء ما نخليوش ولادنا معناتها نقولوا احنا يشدوا دار ويقعدوا هكاك نستناو وشنو يصيروا، ما يصيرش قاعدوا الولاد يحضروا يتعاملوا مع المدربين بتاعهم أديستانس. حاولت الجامعة توفر المعدات اللازمة بكل رياضي بشيله حتى المعدات متاعه لداره، وحاولنا نتعاملوا مع القضية ذيك الليسونسيال لأولاد متاعنا يقعدوا في الفورمة وما يضيعوش تدريبات. باهي خلينا ناخذوا راي سي شاكر. سي شاكر موجود معنا بالتليفون، أهلا بك سي شاكر. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفك وفرصة باش نهنيو الجامعة والرياضيين على تألق رياضينا. والحقيقة وقت راه سمية 41 ومحمد فرحات شيدة 39 تبارك الله، هذاك سيسون دو لوكوموتيف وهذاك الاكزامبل الكبير في الرياضة التونسية معناها توت كاتيجوري كونفوندو يعطيو الاكزامبل لي جون نتاعنا. انا نفكر الاتعاب اللي صرت لهم في الكارير نتاعهم، خاصة وقت الضيع عندي في العاب اولمبية نتاع ريو بالنسبة لشيدا يعمل مرتين كاتريم بلاس، ورغم ذاك الجامعة معنا أمنت به ورجع وهوك عمل ميدالية فضية، باش نفهموا اللي راهو لي ديسيبسيون ولي كونتر بيرفورمانس موجودين في المستوى العالي، ويلزم نتفهموا رياضينا ونصلحوا، مش كان يعمل ميدالية بركة نتلفتوا له. وخاصة المهم المهم في هذا الكل الصحة نتاعهم، السويفي ميديكال نتاعهم مهم. أنا تبعت من قريب فرحات شيدة معناها بازار افوليك وين هو يمشي يعمل معناها الخدمه نتاعو عند الكيني، انا بيدي نمشي هذا كيف كيف الكيني بيد، وريت البروفيسيوناليزم نتاعو وريت مثابرته كل يوم يمشي الكيني ويداوي في الركبه نتاعو، وريته معناها كيفاش يتوجع معناها الحقيقه ان جراند اكزامبل. والحقيقه فريمون ما تصورش الفرحة الكبيرة هالرياضيين هذوما الكبار يوصلوا يعاودوا يعملوا ميداليات رغم بعد 5 سنين من بعد، كما حكيتوا على الكوفيد ومشاكل الكوفيد، أما شنو حاجة باهية في الرياضي مستوى العالي لا يوقفوا لا كوفيد ولا معناها مشاكل من نوع هذايا. هو 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 في طبيعة نفسه هو باقي التحدي، باقي التحدي. احنا توا رياضيين تاعنا على الأقل نجم نقولوا عندهم 10 سنين في تحدي دائم، معناها الجرينتا نتاعهم العزيمة نتاعهم يسوبرينونشارج براتيكمون في السيفي ميديكال نتاعهم، توا على الأقل بربي كان رياضيا هو ما يسوبرينونشارج بريسك وحدهم، وزاد ميديكالمون يسوبرينونشارج، ماذا بينا توا الدولة تخمم فيهم في لابري كارير، تخمم في الريكونفيرسيون نتاعهم، وهذا يدخل في قانون مش كلام بركة يتقال في المناسبات كيما هكا باش يخموا عليكم وباش نعملوا لكم. يا سي شاكر يا سي شاكر مشيت لبعيد، احنا كنا نحكيو توا انت تحكي على بري كارير، هو توا ما هماش لاقين الظروف الباهية، معناها كان يحكي لي 4 شهور مش خالصين الفلوس تجي وهم مش طالعين، معناها بعد فتره التحضيرات ما وصلوهمش للمنحه نتاعهم. مشيت لبعيد ياسر انت. اي ما يسمنا نمشيو لبعيد بعد ساعات، اما اللي نسمح فيه من عندك انت هذا اول مره الحقيقه ما كنتش ليه به علم. فهمت فيك الحصه خديتها على الطاير معاكم دونك اي لا عندك حق بيان سور، نبداو بالفيزيورجون كما قلت انت، خلاص المدربين وخلاص لي بريم تاع الرياضيين هذاك الاولاني. وهذا ما زلناش نبعثوا زاد على البروجيكسيون تاع السنين الجايه باش لي جون نتاعنا معناها يقعدوا يتعطاوا الرياضه بصفه معناها كونتينيو وما يهربوش من الرياضه، خاطر كان الرياضه باش يلقاو روحهم ما يخلطوش في شاريات وما يخلطوش في لي بريم تاعهم، بيان سور باش يديروا عزوف معناها في تعافي الرياضات الفرديه هذه والبارالمبيه. فهمت؟ شنو باش نحب نقول لك، انا حكايه موضوع الكوفيد، الكوفيد صحيح سي ان جراند اوبستاكل، اما بالنسبه لي انا الرياضي اللي معناها بروفيسيونيل والرياضي اللي معناها عامل جين دو في كيما يلزم ما يلو كان نوبستاك كيما الاخرين، معناها يعرفوا اللي لازم يردوا بالهم ديسبونساسيون، يعرفوا اللي لازم معناها ياخذوا يلبسوا الكمامات وياخذوا احتياطاتهم، والحمد لله معناها انا شفنا ما سمعناش في برشا ديكا نتاع كوفيد
اكثريه معناها الوفد لباس وروح لباسه، وهذا سون دي بريوريتي، هذه السونتي نتاعهم قبل اي حاجه معناها. وكما كنتوا تحكيوا دونك بيان سور مش نورمال، مش عادي الظروف هذه تاع التحذيرات نتاعهم اللي صارت، خاصه البريمات نتاعهم، خاطر هذوما اكثريتهم دي زاتليت بروفيسيونيل معناها عايشين من الرياضه نتاعهم، هم با دي زاماتور باش يبداو عايشين معناها من دوتر سورس دو ريفينيو، فهمت؟ اخذ معنا سي شيكر، احنا حابينك تكون بحذانا تشاركنا في الحوار، لكن انت سامع يعطيك صحة، قصيت حتى على العطله نتاعك ودخلت معنا، يعطيك صحة، شكرا ليك. فرحات واجب، بارك الله فيكم على الاستضافه، واجب اي فرحات. مهم كما كان يحكي سي شيكر، ظهر لي كتب فما العزيمه موجوده، لا يهم العمر لا كوفيد لا اصابه لا حتى شيء، وهذا تقريبا انت اكبر اكزومبل. صحيح الحمد لله يا ربي، انا ذا نقوله وديما نقوله ونعاود نقوله للناس اللي تغزر العمر كحاجز، جست الميكرو فرحاته، الناس اللي تغزر العمر كحاجز باش ما يخليهوش يقدم في البرفورمانس ويكون كونتر بيرفورمانس، قول لهم لا. واكبر دليل محمد فرحات شيده للحظه هذه يعمل في ارقام قياسيه شخصيه بالنسبه ليه، وهو قاعد يتقدم في السن. ومع ذاك عندي اصابات قعدت نعاني منها على خاطر من ضعف الامكانيات، خاطر نحنا كان جات الدوله واقفه معانا كما يلزم تقف مع رياضيها، يلزم ثم كل اتليت كل نقولوا دو ولا تروازا اتليت وما يكون معهم ان كيني يتلهى به. نحنا ابسط ما يمكن ايكيب ناسيونال كامله، كيب ناسيونال كان يحكي سي شيكر على كيني، تمشي كيني بريفي، كنت نمشي كيني بريفي ومن فلوسي من مكتوبي الخاص، نحط في زوز ملايين وثلاثة ملايين ونوصل نخلص الكيني بالمسبق اكسبري، باش الانسان هذاك كي يخدمني يبدا فرحان، يخدم فيه فرحان، يحس في عرقه خالص، خاطر هو مسكين قاعد يبذل في مجهود معايا. وانسان نتوجه له بالشكر سي محمد بالحاج، انسان خرجني من كنت باش نعمل عمليه معناها انا، وكان حتى كاريري ينجم يقف. وقتها دكتور مولي قال لي شيد عندك كالسيفيكاسيون راهي ماهي سهله باش تمنع منها وتخلط الشامبيون دي موند، قال لي انا ننصحك امشي اعمل عمليه ونحن مش لازم تمشي للشامبيون دي موند. اي با فهمت معاه، قلت له كي نخدم مع كيني باهي وكذا نجم معناها نوصل، قال لي الوغ لا اللهم يكون كيني بالحق بروفيسيونيل، وانت بيدك زاده يلزمك راك بالحق تثني الركبه معاه ياسر الكيني، وراك باش تعذب ياسر باش تحاول انك تنقص الكالسيفيكاسيون. وذاك اللي صار، وليت التجأت اللي عملت زريقه في ركبتي، زريقه كورتيكويد، قعدت ما يقارب 5 ايام 10 ايام ما نجمش نترينا، وساقي معناها الفوق باش ركح الدواء في ساقي. ومن بعد بديت نخدم بشوي مع سي محمد بالحاج اللي هو ساعة راهو ما عنده حتى علاقة عائلية بسي شاكر بالحاج، كل شيء من محض الصدفة، تقابلنا في كل شيء وهو بيدو قابله من محض الصدفة. مي انسان بروفيسيونيل معناه الناس تمشي له معناه خاطره بالحق، انسان كومبيتون هو والمدام تاعو نتوجه لها بالشكر زاد مدام مريم بالحاج زاد ما شاء الله عليهم معناه عاونوني لدرجة اني بالحق معناه نوصل نعمل في تروا سيونس يكونوا ورا بعضهم تاع روديكاسيون، راهي تروا سيونس كي نقول لك نعمل تروا سيونس راهو نقسم لك بالله الدموع تهبط من غير ما تشعر. وقت يبدا يخدم معاك الكيني ولا تخدم معاك مدام مريم راهو هما بيدهم ما عندهمش لا شفقة لا رحمة، فهمت؟ وانت بيدك ما تشفقش على روحك، تلقى من الوجيع ومن قوة الانفلاماسيون الموجودة في ركبتك ولا في الشفي ولا كذا دموعك تهبط تسكسك ما غير ما تشعر، لدرجة انا منهم مرة بنتي دارت قاعدة غاديكة ما انا من قوة الوجيع ومن قوة الالتهاب دارت للكيني مدام مريم، قالت دز فيها تعمل سايب لي باباتي علاش، فهمت؟ مسكينة تضرب فيا بنتي ولات تبكي معناها تشوف وانا ما نجمش ما نلقيتش حتى كيفاش نفسر لها، نتوجع ونقول لها ليه راني انا قاعده تداوي فيا، فهمت؟ حسيلو معناها راهي ظروف، حتى في التمارين راه نحن راهو حتى في التمارين نوصلوا ندربوا في تمارين قاسيه ياسر الناس ما تعرفهاش، الناس تشوف محمد فرحات سيده كيفاش توج في البوديوم ولا صح يعني تبع كان وقت التتويجات والاستقبالات في المطار هكاو يعني ما تشوفش، نقسم لك بالله سي اسلام والله نوصلوا في درجه
في التمارين كي تبدا تتمرن والله انسان ترد الدم قولا وفعلا راهو ترد الدم معناها. وتعرف اللونترونور نتاعك شنو يخسر عليك؟ الحاجه الوحيده يمد لك دبوزه ماء يقول لك هاك ولدي مضمض فمك واغسل وجهك وارجع اخدم وارجع اخدم، خاطر هذاك هو فهمت. الناس كلها تخدم، ما ثماش شكون راه ما يحبش يولي بطل العالم، الناس كلها تحب تولي ابطال العالم، والعالم الكل يوفر في دي مليار دي مليار باش يرفع ضربه بلاده، خاطر ماهيش سهله باش يقلعك الميدايه ذيك. في العالم الكل راه تلقى اسم عربي زاده معناها بضعف امكانياتها كدوله هكا كيما تونس فارضه الدرابو نتاعها قدام الدول العظمى، هذه راه ماهوش شيء بالسهل، شيء راه عذاب. اكثر شيء انا نعطيك حادثه بسيطه صارت لي، اكثر شيء اخر مره امي الوالده ربي فضلها لي الوالده جات مره ستاج، اول مره في حياتها تحضر على سيونس دونترينمون، حضرت في ستاج دونترينمون في عين دراهم، جات مع العائله وكذا حضرت في ستاج دونترينمون، الوالده تبكي بالدموع قالت لي وليدي معمولك الربي، لا عاد نحب نشوفك بطل العالم ولا عاد نحبك تتوج يزي، قالت لي يزي معنا، شنو هذا؟ شنو السبور هذا؟ شنو اللي تخدم فيه هذا؟ يا هاو موت هذا كونديسيون خايبين برشا بالحق. هما مهما مش نحكي لك معناها نحن ديما نحاولوا نتقواو على لي كونديسيون اللي هي ديفافورابل، ونحاولوا ماك لي كونديسيون ديفافورابل هذيك بالعكس نحاول انا ميسالش ماك الضعف هذاك نولدوا قوه وطاقه ونخدم فك سيونس دونترينمون هذيك نحط قلبي الكل اللي نوصل نقعد بالساعه راهو نقعد بالساعه وانا مرمي ما نجمش نتحرك. حتى باش نتحرك ابسط الايمان باش نتكلم نقول لك اعطيني دبوزه ماء، نكلم اونترونير يقول اعطيني دبوزه ماء باش نشرب، ما نجمش نقولها اللي هي اضعف انرجي هي الطاقه هذيك ما تنجمش تقولها، خاطرك انت صاي الانرجي نتاعك كلها ايبويزي فرغت طاقتك الكل. هذاك معناها باش النجاحات سي حباب، تشوف فما محاباه شويه للرياضيين الاسوياء بارابور الرياضيين هذم، ولو انه حتى هما بدهم يشكيوا زاد؟ والله بون اي مقارنه لا تجوز الحقيقه، معناتها احنا نخدموا على رواحنا بطبيعه الحال بعيد على كل شيء، صحيح لكن تتقال راهي حبينا ولا كرهنا تتقال، والرياضيين بيدنا ولادنا يقولوها، اش بينا احنا؟ اش بيهم هما؟ علاش هما؟ علاش استجيتهم هكا؟ ولو انك نجي نحسبوا ميداليات وتتويجات لا مقارنه بطبيعه الحال، وباش تكون بطل الحقيقه اللي يحكي فيه شده شويه راهو هذا من برشا تعب راهو خويا اسلام بالحق، معناتها تعب كبير برشا. والمناسبه هذه خليني نشكر الاداره الفنيه اللي تشرف على وليداتنا، نحكي على سي محمد الساكري المدرب المباشر لمحمد فرحات شيده والمدربين الاخرين. وثم حاجه مهمه زاد استاذ قلت لي انت بكري شويه على تراجع نوعا ما النتائج، خليني نقول لك خويا اسلام راهو النيفو طلع برشا، البارا علات في الرياضه البارالمبيه، الدول حاطه الفلوس حتى الباكو بلغتنا، وما تنساش اليوم تونس زوز ارقام قياسيه محطمه رقم ولد كتيله الشخصي حطمه والور لا روعه ليلي في الرميه الاخرانيه مع المغربيه، شفنا روعه اش عملت، دونك معناتها راهو انجاز كبير باش تخلط معناتها كسر رقم قياسي شخصي نتاعك انت راهو صعيبه برشا العمليه، تدريبات شاقه وشاقه جدا. الرقم نتاعو الشيده هذه الدوره الخامسه برشا عباد ما تعرفوش الشيده اليوم 39 سنه نورمالمون 39 سنه برشا عباد تقول فان كارير، بالعكس جلادياتور السيد هذاك عايش بطوله العالم شيده عنده برونزيه زاد عام شيده عنده فضيه، دونك برشا خدمه برشا قرحه بلغتنا احنا التوانسه، وتعرف ساعات راهي الظروف الصعيبه تخليك تخدم اكثر. ان شاء الله اولادنا ياخذوا حقهم كيف الناس الكل، سلطه الاشراف تكون ادستونس مع الجامعات الكل بدون حد شيء، وما نطلبين حد شيء بالنسبه لنا احنا الا ياخذوا حقهم هكا ان شاء الله. سي شاكر شنو رايك في الكلام والظروف اللي كانوا يحكيوا فيها الاولاد تقريبا دي كونديسيون صعب، وظهر لي انت مطلع عليهم اكثر مني انا زاد. انا عندي فكره والحقيقه والالعاب وكتها معناها معاهم اون ديريكت 2004 في اثينا، وسمعت الكلام هذايا والوعود والدنيا الكل، وباقي نصيحه باقي اللي نعطيها لهم اطار فني ولا جامعه، من المفروض هو راهو من وقتها راهي الجامعه معناها عندها ستاتيو بارتيكولي ما لازمش تحسبوها كيما الجامعات الاخرين، سورتو توا معناها من اكثر من ديسيبلين تنجم تمشي للالعاب البارالمبيه كما صار المره
هذه في النسبة ولا الترياتلون اتخرى دونك يحكيون صحة زادة المشاركة عليهم الأولانية السورية وخاصة برشا محكيناش برشا على عداء ولا بار عميات ميدالية مرة الأولمبية معناها من عام 88 لليوم عنا 101 ميدالية والنمر 100 هزتها روعة كيلي بكر الرقم القياسي العالمي هذيك في لا سونتيام ميداي معناها لا سونتيام بوديوم ما شاء الله اختونت معناها عندنا البار بتاع مئة ميدالية اليوم معناها عشج مرحكي وعلى جامعة كما الجامعات الاخرين يسمها الستاتيب الاخر يسمها الستاتيب السبورتيف والسوسيال وبعد السوسيال خاطر الناس هذوما هذوما ديسليبريتي هذوما ناس اللي كان جات الدنيا الدنيا رانا عنا ميوزيه موجودين البالماريس نتاعهم وتصورهم ويقعدوا للابد صغارهم وصغار صغارهم يجيو يتفرجوا سي شاكر هو بخلاف الدروس في الرياضه اكثر من الدروس حتى في الحياه زاد صحيح 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 هذا اش نقصد هذا اش نقصد معناها فريمون خاصه في الوضع اللي عايشته بلادنا اليوم ما تصورش الاسبوار اللي يعطيه للشعب التونسي يعطيه الفئات الكل العمريه الكل معناها اللي فما اسبوار واللي يخدم يوصل عادي خاطر هذا مستوى عالي الأتعاب هذه واللي يحكي في شدة على الأتعاب نتاعه والستاف بيان سور وهو راهو ما يجيش نجاح باش الستاف راه باش الستاف احنا شنو نحبوا نحبوا الستاف رونفورسي أكثر إمكانيات باش يبداو عندهم موان دو ريكوبيراسيون باش هو وقت في ليزونترمون يعمل دي سيونس كيف هكاك أتعاب يلقى معناها إحاطة خاطر ما نخموا على صحتهم من بعد ما نخافوا عليهم يقول لك أنا نعمل فيدراسيون اش معناها فيدراسيون مسكنات مسكنات معناها ركبتوا ولا شذي نتاعو نهار آخر باش تقلقوا في حياته العادية دونك عليك توصلوا لهذا الكل ومعناها ما نحبوش نراو رياضيين في المستوى هذاك نهار آخر تعبين معناها من نواحي الكل صحيا خاصة والصحة هي الكل عندهم عائلات وعندهم مشاريعهم هذا هو معناها والله ساهم ساهل خسارة خسارة اللي معناها ما وصلناش من عام 2004 نحققوا معناها هالأحداث هذه معناها ونعملوا هالتأثير هذا للسبيسيال قعدنا باقي كل أولمبياد مالوريزمون هذيك هي الوضعية والله غالبة أنا نعدي الميساج للرياضيين ومعناها للمسؤولين الإداريين في الجامعات والمدربين والإطار الطبي معناها ذاك هو يلزم واحد يخدم على روحه وما يستناش حاجة كبيرة يخدم على روحه يقوم بالواجب وإن شاء الله يا رب معناها بلادنا فيها رجال وفيها نساء معناها إن شاء الله نهار ياخذوا حقهم إن شاء الله صرتوا القوانين راه خاطر شو يجي وزير ويمشي وزير وتعرف وصلنا 11 وزير توا وزيره وقعدنا نعملوا دي سور بلاس مالوريزمون في الرياضه التونسيه دونك المشكل الكبير هو القوانين لازم تتم قوانين اليوم ريت يجم اي واحد في الوزاره يعطيهم وعود يجي وزير بعد شهرين ثلاثه بعد عام عامين بعد اربع سنين روبلوت اون ريبرون كو ازيرو شكون وحدك شكون قالك ما فما حتى وزيرتو عاد احنا مع استم في تونس كل شهرين وزير معنا اي السبورتيف نتاعنا ما يوثقوش ما عندناش الدوكيومونطاسيون اسال معنا اسال التواريخ كان تسال على التواريخ تاع المشاركه البارالمبيه التونسيه ولا الاولمبيه التونسيه تو تلقى فما ضبابيه وكل واحد عنده تاريخ كل واحد عنده تاريخ معناها يقدمه معناها حتى الدوكيومونطاسيون والارشيف والامور هذه كلها مانيش عارفينها نقدرها وهذه في الشتاء هذه تكوين للرياضيين اللي عملوه باش نهار اخر معناها يكونوا هما مثال يحتذى به معناها لجينيراسيون اكيد اكيد يعطيك الصحة شكرا لك سي شيك على تدخلك معنا بارك الله فيك الله يخليك شكرا جزيلا دونك نحكيو فرحات خلينا نحكي زينا من المشاكل خلينا نحكيو على اللحظات تاع التتويج والسباق كيفاش كان والله يغدر لحظة السباق ساعة كانت فيها برشا ستريس وبرشا برشا برشا تعب لدرجة اني معناها قعدت انا في اتصال مع الدكتور سي محمد علي البريباراتور في مونتال اللي هو في الاصل نورمالمون يكون معانا كما قلت لك معناها نورمالمون حتى الكيني يكون معانا نحن ما كان لكن معنا لا بريباراتور مونتال لكن انا لونترونور هو اللي يعمل لي في ماساج في نجم دي كونتراكت يروح ونخدم السيونس دونترينمون اللي هو نورمالمون ماهوش اختصاصه ينجم اونترونور ينجم يمسلك ميسكل ملي ميسكل يعمل لك لونغاسيون لا دي شيرو ما نحن ديما نحاولوا نجتهدوا ونخدموا ما يسالش
نحاولوا توا نحكيوا بوزيتيف مون ما يصيرش ما نخليوه نعطيوا شويه دي زوند بوزيتيف للعباد فهمت باش يكون ثم قديم اكثر تفاؤل واكثر عمل. نقولوا لحظه الكومبيتيسيون هنا لعبت على عامل الخبره. عامل الخبره اللي هو بالحق خلاني اني نحاول نترشح وباقل مجهود ممكن ونضمن الترشح، واللي هذه حاجه صعيبه برشا انك باش تضمن الترشح وتضمن باقل مجهود ممكن. خاطر انت كيف باش ترشح يلزم البريمير بلاس دوزيام بلاس تروازيام بلاس هذوما يترشحوا دوفيس، والسيري اللي الاخرى كيف كيف بريمير بلاس ودوزيام بلاس وتروازيام بلاس وياخذوا لي تروا ميور طون. معناها انت باش تضمن الترشح نتاعك يلزمك تكون تروازيام بوزيسيون في السيري نتاعك، يا بريمير يا دوزيام يا تروازيام. اذا كان باش تكون البريمير معناها باش تهز ريتم عالي نسق عالي، وال 400 متر هي اصعب رياضه في العاب القوى، هذه معروفه في العالم الكل. معناها كي نحكيو على 400 متر راهي اصعب من 800 متر اللي هي علاش دورتي 400 متر مشكلتها لا جات لا في السبرينت بين البينين لا جات لا في الديمي فون، جات بين البينين ويلزمك تخدم ياسر على الاسيد لاكتيك، خدمه فيها برشا على الاسيد لاكتيك. والاسيد لاكتيك نحكيو الاسيد لاكتيك هو سيتان سيتان اسيد يعمل سيستم تاع اونغروناج في اللي فيبر مسكولير دو تيل سورت تريد كي تبدا تجري ساقك ما عادش نجم تحكم فيه، لي ميسكل تحس فيهم باش يتقطعوا ويتقطعوا ويوصل ما عادش نحكيو على ميسكل. ثم شكون حتى من اللي فاليد وصارت معاه جاي يجري بنسق اقوى من طاقه اللي عنده. خلطت الفينيش قلبه ترشق توفى توفى لواش خاطر الامكانيات والكاباسيتي فيزيك اكثر من اللي حاط اكثر من اللي حاط فهمت ما ينجمش. وال 400 متر يعني في اللي جو اولمبيكس ده في بكين، في بكين نجريو ثمانيه من الناس تسعه من الناس مع بعضنا خلطنا اربعه من الناس الفينيش خمسه من الناس طاحوا. دونك حسبتها انا مش حسبتها انا اش عملت. يلزم نلعب انا قلت لك على عامل الخبره. ال 400 متر يلزمك تعرف في تقسم لي فورم تاعك، يلزم طاقتك الكل انت تعرف النيفو نتاعك شنو. انا النيفو نتاعي سناء يخول لي باش نجري وقت مزيان بالكدا اللي هو بالحق حسبت انا والونترينور نتاعي بالخدمه وبالبروغرام دونترينمون وكذا وين النجم نجري يعني بحكم مقارنه في الشامبيون دي موند. الوقت اللي ربحت به الشامبيون دي موند عملت به تروازيام بلاس انا مع اني زدت قدمت في العمر، اما مع ذاك زدت قدمت في الخدمه. الخدمه ولات اقوى، كنت ترينا في سيونس ودو سيونس وليت ترينا في تروا سيونس دونترينمون. خاطر اوكي معناها ما نحكيو انسان كبر اوكي في العمر معناها ماهوش عائق، اما شنيا يلزمك انت تكبر كيما قاعد تكبر في العمر، تكبر في مستوى العمل نتاعك باش من بعد تحصد بذرة الانتاج هذيك فهمت. انا والمدرب نتاعي سي محمد الساكري نشكرو فاهمني عرف كيفاش يخدم معايا كيفاش ياخوني عملنا برمجة يعطيه الصحة خدم برمجة كما نقولوا على قياسي لدرجة اني يلزمني انا باش نضمن الميداي في لي جو بارالمبيك يلزمني نقدم دو سكوند وفي ظرف عام كي نحكيو على 400 متر كي باش تقدم دو سكوند حاجة نديري مستحيل صعيب وانا في نيفو معناها كنت معناها ميدايابل معناها حاجه صعيبه كي باش نقدموا نحن في سيزون قدموا جرون ماكس باش ترى سكوند ب 50 سنتيم فهمت ساعات ب 10 سنتيم ال 10 اجزاء نتاع الثانيه ساعات نقدموا بها عام كامل وانت تاخذ معناها احنا كي قدمنا بزوج سكوندات معناها راهو اللي عملناه الكل هذا تشهد به اصحاب الخبره الكل قالوا لي فريمون شيدا شابو با بالحق شرفتنا اللي يفهم اللي يفهم قالوا الكل وقالوا سيتان اكسبلوا اللي عملته اللي عمله محمد فرحات شيده يتسمى ابداع بالحق وهذا مقيد معناها هذا يتسمى ابداع بالنسبه للانسان معناها يتسمى في فانت كارير نتاعو الحمد لله يا ربي
تقدمت ربحت ناس عمرهم 17 سنه و20 سنه و25 سنه يعني اللي هو الكارير سبورتيف يعني مش كانوا يقول لك شابو با حتى احنا نقول لك شابو با زاد خليك كلمه الختام سي حباب بون عاش كان عندك مساج تحب توجه به ولكن اللي تحب كل شيء بارك الله فيكم معناتها على مريم زي اقل واجب وهذه زاده كيف كيف انا نحب ماذا بين الاعلاميين ما نستناوش معناتها عندك حق عندك حق لو مقبول هذا وفي كل وقت الباب مفتوح قدامك بالعكس احنا نفرحوا برشا معناتها كي يكون الاعلاميين في جانبنا ويتابعوا في نشاطاتنا ويتابعوا تحذيرات اولادنا بالعكس هذه فرصه باش نسوقوا رياضيين معناتها وثم ناس تتغرم اصلا بالرياضه البارالمبيه ثاني حاجة نحب نشكر الإدارات الفنية الكل اللي خدمت تعبت في الظروف الصعيبة كيف كيف المكتب الجامعي الإدارة الفنية كيف كيف نتمنى الخير للمجموعة اللي مازالت موجودة غاديكا في اليابان اللي إن شاء الله نستنوا منهم نتيجة إيجابية كيف كيف اللي مخذاش ما طلعش بوديوم ممكن نظام اللي تكنيسيان يعرف الحاجة ان شاء الله في باريس وان شاء الله في الموند عام الجاي عندنا بطولة العالم عام الجاي موجودة كيف كيف ان شاء الله كيف كيف ننوروا بلادنا ثم ارقام شخصية عملت صحيح ما طلعوش بوديوم لكن عملوا ارقام ممتازة تخلينا باش نزيدوا نخدموا ونقدموا معهم بالكدا وكيف كيف وان شاء الله زاد نشوف وجوه جديدة ان شاء الله في المستقبل في المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله بالتوفيق لكم ان شاء الله كيف كيف خليك كلمة الختام فرحان والله كلمة الختام نحب نقول كلمة شكر فقط هذيك احسن حاجة نحب نقولها فهمتني للناس اللي خدمت محمد فرحات شيدة خاطر محمد فرحات شيدة ما ولا محمد فرحات شيدة كونس بجنود الخفاء اللي مسيرة مازالت متواصلة بحول الله وان شاء الله وان شاء الله بحول الله من المنبر هذايا ان شاء الله محمد فرحات شيدة عام الجاي شامبيون دي موند كيف كيف في اليابان باش تكون ميدالية ذهبية ان شاء الله نكون في نسق عالي بحول الله ثم ميدالية ذهبية وفي فرنسا كيف كيف 2024 كيف كيف محمد فرحات شيدة ان شاء الله باش يرجع للتتويج بزوز ميداليات بزوز اختصاصات ان شاء الله حتى باختصاص ان شاء الله يعطيك صح الكلمة شكر اللي نحب نقولها في حق اللي كاينين اللي خدموني كيما سي محمد بالحاج مريم بالحاج مروان سي ماهر كيف كيف نتوجه بالشكر زاد الجامعة متاعي اللي يرأسها سي حبيب شمسة اللي كان هو أكثر داعم لمحمد فرحات شيدة والديتيان والسيتيان سي شهام وسي حباب اللي مقابلنا وسي سامش الدين القمودي ونتوجه بالشكر للوالدة اللي دعمتني أمي نعيمة ربي فضلها وأخويا رياض الكبير وأختي وأخواتي وبقيت عائلتي وزوجتي رانيا المقيمة بالإمارات اللي هي بالحق أكثر مساند لمحمد فرحات شيدة ذاك السبونسور الوحيد اللي عندي بالحق اللي هي مرتي قاعدة هي مساندتني ومعاونتني خاطر نحن بالحق عنا إشكالية كبيرة اللي زون ديكابي هوني في تونس منش لاقين حظوظنا مع دي سبونسورين اللي أموان بشي نجموا يعاونوا مع الوزارة ولا يعاونوا مع فما حتى حد عنده سبونسور والله مهز لكن قل لك أنا تسمع كان مثال وليد كتيلة ورجاء وروعة معناها ثلاثة من الناس معناها فقط شوية بالكل معناها فهمت معناها اللي البي أنا كانت قبل ماخذة من ليزون دي كابي ماخذة خمسة إن شاء الله يقفوا معك ماخذة زوز إن شاء الله يقفوا معك فهمت هذا معناها ثم حاجات وستروين وبرشا شركات أخرى قلبك معبي يا فرحات إن شاء الله حساس قادم أخويا كما قلت الحباب مازال مفتاح قدامكم في كل وقت على ذمتكم وتشرفونا في كل وقت يعطيكم الصحة وفرحات وكيف كيف حباب مازال مكملين في ساعاتنا الثانية باش نحكيو على المنتخب ومقابلة اليوم ضد المنتخب الغيني